ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أولا لن أطيل عليكم، وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا، فأعدكم ألا تتجاوز الكلمة 7 دقائق على أكثر وقت أقضيه معكم، وهو شرف لي. أيها الأحبة، أعظم ما يتمناه الإنسان، وأنا في نظري أنه أهم حتى من الماء والغذاء، وهو أن يجد الإنسان نفسه قد ستر. الستر أن يحفظ الله عليك عرضك، وأن يحفظ عليك نفسك، وأن لا يكشف لك عيبا ولا يهتك لك ستر، هذه لا تقدر بثمن. يعني لو قيل لإنسان أننا سنفضح لك ذنب ارتكبته خلف الباب، ولا في الغرفة، أو في بهو البيت، أو هناك ذنبا أو عيبا علمه فلان من الناس وبدأ يهددك ويبتزك به، ربما دفعت الأموال حتى تستر على نفسك هذا الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن للعبد ذنبا يرتابه أو يقع فيه الفينة بعد الأخرى، وإن الإنسان مفتن لكنه إذا ذكر ذكر. سأعطيكم 5 أو 6 وسائل وأسباب يحفظ الله بها عليك عرضك، ويحفظ بها ألا يستر عليك أمر قد ستره الله لك. الستر أو الستر هو أمر محبب للنفس، ولذلك يقال أن الإنسان لو عبد الله 10 سنين ثم أذنب ذنبا علمه الناس لعاقبوه وحاسبوه بهذا الذنب الأخير، وتناسوا كل الحسنات التي مضت، لأن الإنسان يتعامل بهذا المقياس. والله سبحانه وتعالى سمى أن الإنسان ظلوما وجهولا أيضا. ومن أسباب ستر الله للعبد، أولا سترك للناس. الآن بعض الناس يرى ذنبا، يرى عيب، يمر في شارع، يطرق سمعه كلاما في مجلس، يستمع إلى أمر معين، فبالتالي يأخذ هذا الأمر وينشره، سواء تثبت منه أو لم يتثبت، وكلا الأمرين خطأ. إن تثبت فهذا خطأ، وإن لم يتثبت فالمصيبة أعظم. ولذلك إذا سترت الآخرين، يعني رأيت ذنب من صديق، عيبا من حبيب، من جار، من زميل عمل، يا أخي استر هذه الذنوب والعيوب للآخرين، لأنها سبب ووسيلة إلى أن يسترك الله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما إيش؟ ستره الله. وفي لفظ: ستره الله في الدنيا والآخرة. فسترك لعيوب الآخرين وسترك على الناس أجمعين أحد أسباب ستر الله لك. السبب الثاني في أن الله يحفظ لك مكانتك، وأن لا يهتك عرضك، وأن يسترك الله، هو عدم إيذاء الناس وعدم تتبع عوراتهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع، حط بينها قوسين، عورة امرئ مسلم، النتيجة تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. لن يكون أحد أقوى من الله. تتبع العورات والزلات كما ذكر ذلك ابن القيم: بعضهم لا يقع إلا على القاذورات أكرمكم الله كالذباب. فهؤلاء مساكين، إياك أن تتولج وأن تتبنى، أن تتابع وتتتبع خطوات الناس وتزعم الإيمان. هذا حديث الرسول: يا من آمن بلسانه، فقط الإيمان لا يتجاوز لسانه، ولم يدخل الإيمان في قلبه. وضح أن القضية عند هؤلاء فقط تغني بالحب للخير، وهو كلاما يخرج من اللسان. أما المؤمن العاقل يصد عن أعراض الناس، فضلا على أن يتتبعها أو يبحث عنها أو ينقب عنها، وذلك ديدا والعياذ بالله الجيف التي لا تقع إلا على مثل هذا. الأمر الثالث في أسباب ستر الله جل في علاه، أن يكون الإنسان مخلصا في أعماله، صادقا مع ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من راء الله به، ومن سمع الله به. بمعنى إذا كان الكلام غير خالص لله، أردته فقط مظهرا
ينظر الناس إليك ثلاثة أول من تسعر بهم النار، ثلاثة كلهم في واقعهم في الدنيا قارئ للقرآن ومجاهد قاتل في سبيل الله ورجل كريم، وهؤلاء كلهم كانوا يفعلون أمورا حسنة وطيبة، لكنهم لما جاء يوم القيامة أول من سعرت النار عليهم. ليه؟ لأنه قرأ ليقال قارئ، وجاهد ليقال مجاهد، وأكرم ليقال كريم. الله جل وعلا لا يريد أحد يحاسبه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله يريدك فقط أن تؤدي العمل بصدق، ثم دع الأمور لله تبارك وتعالى. أمرين آخرين أيضا، الصدقة أحد أسباب ستر الله. هم يقولون، حتى العوام يقولون، يقول أن الكرم يخفي العيوب. الحين الرجال الكريم عادة عند الناس الكرم يخفي عيوبه، لأن الكرم ستر، فما بالك إذا كان الكرم لله والصدقة لله. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر كما عند الترمذي الحديث الذي قال: مثل أحدكم الصدقة كالثوب الذي يعفو أثره، يمسح أثره. الثوب هذا وهو يمشي على تراب، أكرمكم الله، كل ما مشى مسح الثوب التراب ومكان آثار الأقدام. بمعنى أن صدقتك هذه تمحي آثار الذنوب والأخطاء حتى لا يراها أحد. وتلا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أو أورد قول الله جل وعلا حينما تكلم عن هذا الحديث، قال: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. القضية الخامسة وهي قضية عدم الغضب، لا تغضب. بعض الناس يقول: دخل الغضب، الإخلاص فيه منطق أن يكون أخلصت ألا ترائي فرأى بك، وكذلك عدم إذاء المسلمين تتبع عوراتهم وستر المسلمين. ترى باقي دقيقة ونص، أنا حاسبها جيد. هنا نقول الصدقة الغضب أسبابه سببين ذكرها ابن القيم أيضا. يقول الغضبان، الحين أنا جالس ساكتة يظهر علي الهدوء والأدب والسمت، لكن حال غضبي يخرج شخصية جديدة. الشخصية هذه أثناء الغضب أول عيب تخرجه عيب من؟ عيب نفسك، يعني تفضح نفسك، لأن الناس تعرفك حبيب وهادي ورجال ما تتكلم إلا كلام مرتب ومنمق وجميل. إذا غضبت ربما تشتم وتسب وتغتاب لإيش؟ لأن الغضب أخرجك من طورك. كذلك إذا غضبت على غيرك فأنت أثناء الغضب تخرج عيوب الناس، أنت فيك وأنت فعلت وأنت تركت. يمكن إذا هدأ قال: أعوذ بالله، ليش قلت هالكلام هذا؟ فلذلك ورد في الحديث، حديث ابن عمر قال: ومن كف غضبه ستره الله في الدنيا والآخرة. فالله الله. أخيرا عليكم كذلك بالدعاء يا جماعة الخير. والله ما لنا غناة عن الله جل في علاه، والله لا أحد. أنتم ما شفتوا الملك عبد الله وفقه الله وشفاه لما تبنى الملك وصار حاكما وألقى الكلمة على الناس في أكثر من مكان، وش كان يقول؟ لا تنسوني من دعائكم. أقصد أن الحاكم والصغير والكبير والعالم والمصلي والإمام، ما في أحد لا يحتاج إلى الله، لا أحد منا والله لا يحتاج إلى الله. كلنا نحتاج أن نكون ندعو الله الليل والنهار. والنبي ثبت عنه أنه كان يقول: اللهم استرني فوق الأرض، يسأل ربه أن يستره فوق الأرض وأن يتجاوز عنه في يوم العرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء وهو موقن أنه لا ستر لا ستر. تذكروا في يوم القيامة كما ورد في الحديث الصحيح أن كل إنسان يقدم على الله أن الله يرخي بينه وبينه ستارة، فيذكر عبده بذنوبه التي ارتكبها: أتذكر ذنب كذا يوم فعلت كذا؟ إذا كان الله أراد بعبده سترا وعافية ورحمة وإدخال جناته قال: أدمت عليك ستري. وإذا أراد الله أراد بالعبد انتهاكا لعرضه ودخول نيرانه أزال الله الستر الذي بينه وبينه وفضحه على رؤوس الخلائق في يوم يتمنى العبد أنه في تلك اللحظات، كما قال الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم استرنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وتجاوز عنا يا ربنا يوم العرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من مجلسنا هذا حظا أن تقول لنا: قوم
فقوموا مغفورا لكم، مستورة عيوبكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، إنك على ذلك قدير. أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم على إتاحة الفرصة في هذا المسجد المبارك، وقد أثنى على جماعتي أنتم خيرا، وأراني قبل قليل هذا المجلس المبارك فشكر الله له وزادكم الله قربا منه وقربا كذلك من الخير والصلاح، وجمعكم في هذا الحي وهذا المسجد على التوفيق والهدى والرشاد. قولوا آمين. أسأل الله أن يحقق لكم كلكم ما تتمنون في هذه اللحظات. اللهم إني أسألك أن تعطيهم حتى تدهشهم، اللهم أعطهم حتى تدهشهم، اللهم أعطهم بعطائك وفيض رحماتك حتى تدهش هذه الوجوه المباركة بالرحمة والتوفيق والرزق وصلاح الولد والزوجة، إنه على ذلك قدير. أشكر أخي الشيخ أيضا فهد الباش وبقية المشايخ على أن أتاحوا الفرصة، شكرا لأهل الأحساء على هذا الكرم والحفاوة، وليس بغريب، الشيخ يقول جلوسكم إكرام، فأنتم تكرمون الداخل وتكرمون البائت وتكرمون الذي يجلس معكم، ولا غرابة، فتاريخ الإحساء تاريخ عريق وعظيم وقديم، فهجر إذا تحدث عنها المتغنون والشعراء والأدباء والخطباء عن ماذا يتحدثون؟ إذا وصفوا الكرم وجدوكم بابا، وإذا وصفوا العقل وجدوكم بابا، وإذا وصفوا العطاء وجدوكم أبوابا، وإذا وصفوا القرب والحب، فأسأل الله أن يزيدكم ولا ينقصكم، وأن يحمي بلاد المسلمين عامة وبلادنا خاصة من كل عدو وكيد كائد. أستودع الله صحبا كنت أذخرهم في النائبات فلا ظلم ولا عار، الملتقى في جنان الخلد إن قبلت منا صلاة وتسبيح وأذكار، تم الكلام وربنا محمود راعي العلا سبحانه والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما طار قمري وأورق عود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.